طيب ولو عندي 2 بوينتس هلا نرجع انه انا عندي 2 بوينتس بدي اطلع معادله الخط تبعهم كيف عندي x1 y1 x2 y2 عندي خط بمر بهدول النقطتين كيف بدي اطلع معادلته على صيغه y تساوي x plus b طلع الميل اول شيء ايش الميل فرق الواي واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص x1 x2 ناقص x1 y2 minus y1 على x2 ناقص x1 او y1 minus y2 على x1 minus x2 نفس الشيء نفس الميل هذا ام طيب البي يس صار عندي ام فبعوض اي واحدة من النقاط هون فلو انا احط هون y1 هاي رقم عندي اياه تساوي m عندي اياه x1 عندي اياه بلس b ما عندي اياه فهي فعليا b تساوي y1 مثلا ناقص m x1 فهيك بيطلع لي b تمام هيك انا صار عندي معادلة في الخط يعني لو احتجناها طيب لو انا عندي طيب تمام مره بقول لكم مهم لهي الشغلات الواحد يكون مجهز الكود عشان لو اجاك سؤال بده معطيك نقاط بدك تطلع معادلات الخطوط بعدين تلاقي اقرب نقطه وكروس برودكت ودوت برودكت ما تكتب مليون معادله هالقد يكون كل شيء جاهز خلص بتصير كل كودك بسيط وصغير تكون ضامن طيب لو انا عندي 2 lines مثلا نحكي انه عندي معادلاتهم عشان لو ما عندي معادلاتهم بقدر اطلع معادلاتهم بالنقاط كيف بدي الاقي نقطة الانترسكشن؟ كيف بتساويهم بالكود؟ يعني احنا عشان نكون واضحين واي مثلا المعادلة الأولى y1 تساوي m1 أو y تساوي m1 x plus b1 المعادلة الثانية y تساوي m2 x plus b2 فبدي ألاقي نقطة الانترسكشن كيف طلعتها؟ نسوي الاثنين بعض بس يس فعليا ممكن نسوي الاثنين بعض يعني نعوض واي نعوض واي اللي هي هاي هون او انه مثلا نضرب هاي بسالب ونجمعهم المفروض عارفين الاشياء هذا فنحكي مثلا نسويهم ببعض فراح تكون m1x او نقسمهم راح تكون اسهل مثلا نضرب هاي بسالب راح تصير صفر تساوي m1 x minus m2 x plus b1 minus b2 صح؟ ناخذ x عامل مشترك راح تصير ونودي هذول لهون راح تصير b2 minus b1 تساوي x b m1 minus m2 نودي هاي هون راح تصير x تساوي b2 minus b1 على m1 minus m2 فبهاي المعادلة طلعنا ايش الاكس اللي قطع عندها نطلع الواي نعوض الاكس في اي واحدة من المعادلات حط الاكس هون يطلع لي الواي فبعرف وين بتقطع تمام طيب
لو كانوا مش لاين لو كانوا سيجمنت. زي اذا نقطة التقاطع بين رينج الاثنين اذا كانت افضل للقاطع اذا لا فما ايش يعني بين رينج؟ يعني يعني نقطة التقاطع بتحقق المعادلتين. هلا اول شيء نقطة التقاطع احنا ضامنين انها بتحقق المعادلتين، بس احنا لما يكونوا سيجمنتس مش ضامنين انه هي شيء ممكن يعني شكل موصولين ببعض السيجمنتس. شيء اذا الاكس اللي طلعت موجودة بين رينج اكس القطعة الأولى ورينج اكس القطعة الثانية. صح. لو انا شيكت هلا الفكرة انه احنا ضامنين هاي الاكس والواي هي بتحقق المعادلتين تمام، فهي يعني لو مدينا السيجمنتس هم راح يتقاطعوا عند هاي الاكس والواي، بس هل هاي الاكس يعني اذا كانت الاكس جوا الدومين تبع هاي وجوا الدومين تبع هاي فوقتها تقاطعهم راح يتقاطعوا، لو ما كان جوا اكس هاي او جوا اكس هاي فوقتها يعني هون هي موجودة هون فهي موجودة جوا الدومين هذا بس مش موجودة جوا الدومين هذا الحكي صح وقتها خلاص بتحكي يس غير هيك ما بتقاطعوا. بس في شغلة كتير مهمة لما تتعاملوا مع اللاينز وهي بشكل عام يعني بالحسابات زي هيك كتير مهم، احنا هون مثلا ليش هذا الحكي ضابط معنا؟ عشان يعني متى ما بزبط الحكي هاد؟ لما يكون لا في عندنا لاين فيرتيكال، حكينا لاين الفيرتيكال هو مش فانكشن. تخيل لو عندنا لاين فيرتيكال زي هيك شو راح يصير معنا؟ يعني هيك بدي اقاطع مع هاد، هذا اللاين عندي نقطتين عليه مثلا 0.0 و0.5. لما اجي احنا ايش بالاول عملنا؟ طلعنا الاكس صح؟ احنا بنطلع الميل بالاول، ايش الميل تبع هذا الخط؟ بالضبط راح يكون 5 على 0 غير معرف عشان هو اصلا مش فانكشن، ما تحطوه هون اي 9 عشان مش راح يظبط. فهذا مش فانكشن فوقتها لازم فهو فعليا عشان هذا معادلته اكس يساوي شيء قصدي اكس يساوي صفر. اما هون دائما بيكون عندي انا بدي اعرف واي عشان هذا بس معرف عند اكس يساوي صفر مش معرف عند باقي الارقام، وهون عنده انفينيت يعني عنده خواص اكس. فهاي وقتها بتكون تهندلوها مانيوال لما تشيكوا انه اذا الخط هو فيرتيكال فوقتها تقاطع يعني مش رح يكون صعب مع الخطوط الثانية انه يعني بس هل الخط لو كان طيب حلوة هذا انا عندي خط فيرتيكال وعندي لاين سيجمنت كيف اعرف هل الخط بتقاطع مع اللاين ولا لا؟ اذا الاكس هذي تبعت الخط الفيرتيكال من الرينج تبع يس يا انه الاكس تبعت هاي بالرينج الاكسات يس خلص هذا اسهل طريقه. طيب لو كان طيب لو كان عندي لاين هاي شغله حلوه يعني هاي مرات يعني هاي طيب لو كان عندي لاين وسيجمنت احنا بنحكي لاين ولاين سيجمنت سيجمنت لاين وسيجمنت راح يضغط عليها نفس حكي سيجمنت وسيجمنت مثلا او طيب بس مين يحكي لي ايش الطريقه اللي راح تعملوها تشوفوا اذا لاين سيجمنت متقاطعين؟ اعتبرهم الاثنين لاينز اعتبرهم الاثنين لاينز. طيب بعدين بعدين بدك تشيك انه بالضبط فانت بعدين بس بدك تشيك انه هي برينج الاكسات تبعت هاي مش هذي. طيب هذا حل صح. في حل ثاني ابسط انا برايي انه مش بالكروس برودكت نقدر نعرف اذا في فيكتور على يمين او على شمال فيكتور. طيب فلو انا عندي هاي البوينت وهاي البوينت اخذ هذا الفيكتور بشوف هذا الفيكتور وهذا الفيكتور، فإذا كان بقطع الخط فلازم يكون واحد منهم على يمينه وواحد على شماله. لو كانوا اثنين على يمينه فمعناته هو الهيك، لو كانوا اثنين على شماله فهو هيك مثلا. تمام؟ بس هون هاي ليش تضبط؟ عشان هذا لاين فأنا عارف إنه هو ماد لإنفينيتي. أما لو كانت سيجمنت فممكن يكون زي هيك. فهذا على يمينه وهذا على شماله ولكن مش متقاطعين. تمام؟ بتعرفوا؟ لو كان عندي سيجمنت وسيجمنت بقدر اسوي نفس الحركه بس للاثنين انه من هذا اللاين بشيك هاي على يمين وهاي على شمال، هذا اللاين بشيك هاي على يمين وهاي على شمال، وقتها بكون متاكد انه بتقاطعوا.
عشان لو هاي الحالة اللي حكيناها هذا على يمين وهذا على شماله، بس هذول الاثنين على شمال او على يمين، تمام؟ هاي طريقة ثانية. في بالجيومتري بتطلع كثير طرق عادي، يعني مش اشي ثابت بتضل حافظه وخلص، تمام؟ لو عندنا طيب هاي شغله مهمه احكي لكم اياها عشان ما ضلش معنا وقت كثير في اكثر من شغله. نرجع لشغله البوليجون. احنا حكينا اريال بوليجون نقسمه لمثلثات ونلاقي مساحات كل مثلث، صح؟ حكينا بس لو كان كونكيف ما راح نقدر نقسمه لمثلثات بالطريقه السهله، وقتها بده يكون الجوريثمز، بس نقدر نحسب مساحته بطريقه سهله يعني بدون ما نستخدم الالجوريثمز الصعبه. طيب نحكي هذا بدي احاول، مش احنا كنا نمسك كل تو فيرتيسز ورا بعض وناخذ المثلث ونجمعهم، هون بدي احاول اعمل نفس الشيء. بس ايش في شغله نخليها ببالنا، انه الكروس هون احنا كان الكروس بعطينا ساين اريا، صح؟ حسب المثلث اورينتيشن تبعه احنا ماخذينه كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز، ماخذين شمال بعدين يمين ولا يمين بعدين شمال. فنحكي مثلا اخذنا اول شيء هذا المثلث مثلا اعطاني اريا تبعته بوزيتيف، اخذت ثاني مثلث لهون اعطاني الاريا تبعته بوزيتيف، هو فعليا جمع شيء زياده بس خلونا نشوف. اخذت هذا المثلث جمع الاريا تبعته بوزيتيف، بعدين اخذت هذا المثلث بس هذا راح ينجمع نيجاتيف. فأنا الاشياء اللي تلون اللي ماخذينها بدي الونها ازرق، هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، هلا هذا اخذ نيجاتيف لهلا فمش ماخذينه عشان اللي اخذناه هون رجعنا نقصنا. هلا بعدين هذا المثلث اجينا اخذناه فراح يكون بوزيتيف عشان نفس الاورينتيشن، يكون بوزيتيف فراح ناخذه. بعدين هاد راح ناخده راح يكون positive راح ناخده، وهذا positive راح ناخده. فلو نعمل نفس الطريقة عشان ال cross product بعطيني sign area حسب clockwise و counter clockwise، فعليا ال areas اللي راح نجمعهم راح يعطوني area polygon، عشان راح أجمع كل إشي راح أنقص الأشياء المثلثات اللي زيادة. فنفس الطريقة نقدر نعملها على ال concave بوليجونز، بس بالاخر بناخذ الابسولوت فاليو مش كل مره، عشان لو كل مره فانا راح اجمع هذا المثلث وهذا 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 بيطلع لي اري كثير زياده. بس لو انا اجمعهم كلهم واخذ الابسولوت فاليو بيطلع صح. ليش بالاخر اخذ الابسولوت فاليو؟ عشان هذول ممكن يكونوا سالبين وهذول موجبين حسب هذا مش عارف شو هو ذاك اكثر بالضبط. فهي الفكره مهمه، نحن برضه بنقدر نحسب اريا اي بوليجون باستخدام هاي الفكره. شيء جميل رائع. طيب كمان طيب بروبلم تحكي عندي بوليجون وعندي نقطة فيه او عندي نقطة بعرفش اذا فيه، السؤال بحكي لي هل هي فيه ولا لا، كيف بدي اعرف اذا نقطة جوا بوليجون ولا مش جوا بوليجون؟ يس هلا من المدخل من النقطة تبعت او بنشوف قد ايه كم من سيجما انطبق، اذا عدد فردي فهي جوا، اذا عدد زوجي فهي برا. يس هذا هو الحل اللي بدنا اياه فعليا. لو الند من عند هاي الخط غير لانفينيتي، ف اذا كان بالاول نعتبر انه هي بالاول جوا، ف اول خطه راح تخبطها راح تطلع لبرا، صح؟ لو خبطت كمان مره فهي رجعت دخلت. بس لو احنا الخط رايح لانفينيتي فكل خطه جوا راح تطلع خطه برا، صح؟ انه كل ما تدخل لجوا راح يطلع برا. فاذا كان عدد الانترسكشنز مع لا مع الايدجز اود، فمعناته انه انا طلعت دخلت طلعت دخلت طلعت، فوقتها انا بكون بالاصل جوا البوليجون. لو كان عددهم ايفن، فانا مثلا لو كان هون
ومدينا خط لوين لو كان هيك فلو مدينا خط هيك فانا هاي اول خطه دخلت اول خط ثاني خطه طلعت بعدين دخلت بعدين طلعت فاربع مرات فايفن فاذا انا كنت برا بالاصل بس هون لازم ندير بالنا اول شيء انه الخط يكون كثير طويل يعني لو انا عارف مثلا الاكس والواي بوصلوا 1000 انا بحطه 10.5 ولا 10.9 مش فارقه. ثاني شيء كويس دائما هون متى ممكن يعمل لي مشاكل اذا انا مثلا الخط جاي على طرف اتش وقتها مش راح اعرف اعد هل اعد هاي الاتش ولا ما اعدها اشياء زي هيك فانا احسن شيء ناخذ اللاين خذوه مثلا لرقم راندوم كبير فانا لو ناخذ اللاين شيء زي هيك لو ناخذ رقم الاكس راندوم والواي راندوم حيكون رقم كثير كبيره واحتماليه كثير كثير قليله انه يجي على زاويه البوليجون عشان الميل تبعه رح يكون بشي راندوم ممكن بس يعني مثلا لو انا الراندوم بجيب لي 10 قوه 9 وعندي مثلا 10 قوه 5 فيرتيسيز فبدك رقم راندوم 10 قوه 9 على 10 قوه 9 يكون يعطيك احد الفيرتيسيز فهو يعني كثير اشياء وممكن يعني لو لسه الواحد متشكك انه يجرب كذا مره يعني ياخذ كذا لحظه كذا يعمل التجربه هاي هاي شغله مفيده مش رح نحكي كيف نعملها يعني انت المفروض عادي تمشي لوب على كل ايدج بتشوف هل هذا اللاين بخبط فيها ولا لا او الريل عشان مثلا احنا بس ناخذه لليمين مش للشمال تمام لو اخذناه للشمال عشان لو كان هون اوت فهون برضه راح يكون اوت فراح يطلع ايفن لو كان ايفن راح يضل ايفن راح يطلع ايفن فما بنستفيد فهاي لكم يعني بس فكره كويسه تكونوا عارفينها ولا اللي بده يفكر بشيء بس يروح لو احنا عندنا سيركل هل انا بقدر اعملها ديفاين ب 1 بوينت يعني لا يعني انا قصدي لو عندي بوينت ممكن ارسم منها مليون سيركل صح طب لو عندي 2 بوينتس بكفي برضه لا ممكن ارسم هاي السيركل بس برضه ممكن ارسم هاي السيركل ف 2 بوينتس برضه ما بكفي فاقل عدد بوينتس بكفي عشان يكون في عندي 1 سيركل هي 3 بوينتس فلو انا عندي 3 بوينتس في 1 يونيك سيركل بتمر فيه ثلاث تمام اي ثلاث اي ثلاث اي ثلاث بوينت بيعملوا لي سيركل حتى لو كان زي هيك يكون السيركل ممكن بس بشرط ما يكونوا على ما يكونوا يس ما يكونوا شو اسمهم كولين طيب